الحب أهم ضلع فيه لو هو عامل زي المثلث كده، وضلع الأمان، في ضلع تاني الاحترام، وضلع تالت المسؤوليات المتبادلة ما بين اللي بيحبوا بعض. الأمان أهم واحد، الأمان أصلا أهم عامل في الدنيا مبدئيا، يعني من غير الأمان الإنسان ذهنه بيشوش وبتتقتل عنده طاقة العطاء لأنه خايف. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة عائشة تحكي على لفتات الحب اللي كان بيصنعها عشان يشعرها بالأمان وقد إيه هو باقي عليها. فلما عرفوه كده وهو بيأكد على الحتة دي حبوه جدا. السيدة عائشة كانت تقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: تحبني قد إيه؟ كيف حبك لي؟ قالت: فيقول كعقدة الحبل. العقدة واللي جاي منها كلمة عقيدة، إنك أنت يبقى عندك حاجة ما تتفكش. وكان العرب بالنسبة لهم فكرة الحبل والعقدة اللي فيه أحد أهم الوسائل اللي بيستخدموها في كل حاجة، في الركوبات اللي بيركبوها وفي الخيم اللي بيبنوها، فالمثال معروف جدا في العقل. فبتحبني قد إيه؟ زي العقدة اللي ما تتحلش أبدا. فكانت كل شوية السيدة عائشة تعدي تقول له: يا رسول الله كيف حال العقدة؟ فيقول: على حالها.